هذه التكتوني يجعل انه الواد عنده مخطط في الجنوب مباشره بعد الواد الساحل ينحرف كيلومتر تقريبا ولا 800 متر اتجاه الشرق، يعني كاين تراجع للساحل من الغرب من الشرق. ونفس الحالة تتكرر في أصيلة. أصيلة هاي أصيلة هي هالي رمبا شوية شوية، وانت كتشوف الساحل يديك على كان هذيك الكلاج اتجاه هي بزاف اتجاه الشرق. هذا سان ديكروشمون جيولوجي، دونك دي اكسيدون دو ديكروشمون، يعني من خلال اولا يعني عمليه ديال في هذا الاتجاه كيبقى جرب القاره في هذا الاتجاه، الشيء اللي جعل انه القاره تدفع في اتجاه الشرق شمال اللوكوس وتدفع في اتجاه الشرق شمال اسيرا. طبعا هنا كان عمليه رفع هذا البلوك اللي كاين ديال العريش، كاين عمليه رفع في نفس الوقت كاين عمليه خفض شمال الواد. هذا جعل انه هناك حافات في الجنوب ثم شاطئ رملي يمتد من مباشره من العريش لحوض القنا. اذا هذه مساله جيولوجيا عميقه. عوده الى اتمنى نكون قد قارنت الجواب، ولكن عودة إلى بعض الأسئلة وتجاوبا معها. أولا سي إبراهيم طرح الرياح بطنجة ومنطقة ستاردات والعلاقة ديالها بالتغيرات المناخية. أقول كما سبق للأستاذ، أنا أظن بأنه المسألة ديال رياح بطنجة هي مرتبطة بالدورة الهوائية العامة، بمعنى أن هناك رياح شرقي ورياح غربي، وهذه تتعلق أحياناً ظروف طبيعية معينة، نظراً لأنه هناك رياح شرقية تغتنم الفرصة ديال ممر جبل الطريق كمنطقة متهدلة مستوى نازل، ثم تجي من الشرق واتجاه الغرب وتنعكس الآية لتحصل سميتو رياح غربية شرقية. هذه مسألة ظاهرة طبيعية لا علاقة لها أظن بتغيرات المناخ، هذا توزيع الضغوط الجوية منخفض متفقة. سي شعباني تكلم على مسألة تأثير التغيرات على المنطقة على المستوى الجيولوجي. أظن بأنه إذا كان شيء تأثير ديال التغيرات المناخية وإذا شفنا هنا الجانب الجيولوجي، إحنا ما كنهضروش على التغيرات المناخية، ممكن نهضر هنايا على الذبذبات المناخية. يعني في الزمن الربيع كانت بعض الفترات المناخية اللي هي الرطبة شديدة الرطوبة وأخرى شديدة الجفاف. هذيك يعني كاين واحد خمسة ديال المراحل ديال التغيرات المناخية بالمفهوم الجيولوجي. آنذاك حصل إرسال، كانت عملية تصاحب عملية إرسال وعملية تعمق للأودية. هنا نهضروا على وقع واد اللوكوس وقع في تهدر. بينما التغيرات المناخية يعني لي شونجمون كليماتيك في المفهوم الجديد راه هادشي بدا كيهضر الله في القرن في أواخر القرن العشرين، عاد نبهوا الناس لأنه وقعوا الأبحاث والإحصاءات وكان اعتبارات مالية مرتبطة برؤوس الأموال الدولية اللي حتمت واحد وعطات اتجاه غصبا على الواقع، عطات اتجاه ديال المساومة والمتاجرة في هذا الجانب المناخي وتدافع ما بين القوى المهيمنة على الاقتصاد العالمي. أظن أنه بالنسبة للبيئة، نعود للمقالة الأستاذ السي دكتور مودين، البيئة في المنطقة منطقة غنية في جميع المطول. تعلمون أن المغرب هو فسيفساء من المناطق، وهذه منطقة قائمة بذاتها عند مقومات هائلة. أول مقوم هو الماء، والماء هنا يعني أقل ما يمكن تلقى المنطقة كأمطار تساقطات هي 70%،
يمكن تكون 800-900 ألف مليمتر، ماشي مشكل. ومع ذلك هناك خصص في الماء. الخصص هو مسألة نسبية، لأنه إلا هضرنا على الخصص في المنطقة التالة ماشي هو المنطقة الخصص اللي كاين في الحوز ولا في السوس ولا في المغرب الشرقي ولا، هذا خصص من نوع خاص هنا. علاش؟ لأن الخصص هنا مرتبط بمنطقة اللي هي ناشئة تتطور، يمكن لك تسافر في المغرب كله وما تلاحظش الوتيرة التطور اللي كاينة هنايا. هنا كتغيب عام عامين ثلاث سنين كتبر بأن واحد الشيء تبدل، كتمشي لباقي المناطق في المغرب كتبر بأنه حقيقة المدينة كبرات وداك الهضرة، ولكن حتى حاجة ما تغيرت. هنا كيتغير الشغل، يتغير في اتجاه إيجابي، ما نقولوش عدميين. أنا ما كندافعش على، لا تهمني في شيء المسألة ديال الحكومات المتعاقبة ولا ما حققتها. أنا مواطن عادي ما كيهمنيش، أنا اللي كيهمني هو البلاد تقدم. وفي هذه الحالة كنلاحظوا في تحفظ، نوع من التحفظ، هناك نوع من التقدم ملحوظ كنلاحظوا هنا في هذه المنطقة. ولكن الانعكاسات على البيئة هي من انعكاسات خطيرة وخطيرة جدا. لماذا؟ سبق الأستاذ أعطانا واحد التابلو سوداوي وهو واقع الواقع، ولكن ما ننساوش بأنه في شبه الجزيرة الطنجية، المنطقة ديال طنجة، أبعد نقطة على البحر 50 كيلومتر، سير الوسط ديال طنجة، أبعد نقطة لا تتجاوز 50 كيلومتر على البحر. ولكن هذه المنطقة رغم الضيق ديالها ولات في قطب اقتصادي ينافس الدار البيضاء، بحكم المنشآت، بحكم الطلبات، بحكم وهادشي كله. وقع واحد الازدحام من ناحيه الزمن، ما كانش تحسب، ما كانش برمجه سابقه للوقت، هادشي فات 20 عام. العهد هذا جديد، يعني كان من اعتبارات لست ادري، وقالوا واحد النهار هذا هي يلا الاستثمارات ديال الدوله كلها توجهت لطنجة والمنطقه ديالها. ولكن ما كانتش عندها نظره، كانت نظره افقيه، نظره عموديه، ما كايناش نظره افقيه. طنجة كبرت بشكل غريب، طلبات على الماء اكثر بشكل غريب، يوم يبنيو في السدود وما قدروا، داروا السدود ابري، داروا هذاك ديال سميتو في طنجة، داروا سيطوانتير معاه ولا خمسه، هادشي غير في السنوات الاخيره. ومع ذلك وكاين خصص وغادي يبقى فشل. اذا هذا مساله، هذه مساله، مساله اللي كتهمنا اساسا حاليا هو انه ما كانش واحد المسايره على المستوى الافقي من الناحيه البيئيه فيما يتعلق بالتنميه. كان مجهود على كل حال، جاء بالصدفه ولا ما نعرف، جاو شركات وكانوا استثمارات، واش داكشي كيرجع على الساكنه ولا ما كيرجعش شيء. المهم على كل حال نكونوا ايجابيين، ولكن ما كانش نظره افقيه للاشياء من حيث معالجه الجانب البيئي، وهذا هو المجهود اللي خصو يدار بالنسبه للمنطقه. يعني الا كانوا الدوله والاستثمارات وبدا كيديروا داكشي، داروا قداو الغرض. حنا اللي اليوم السكان اللي مالين البلاد والبلاد ديالنا كيخصنا نحتفظوا على، وانا كيبقى في خاطري انه هذيك الغابه ديال خميس الساحل كيفاش ضاعت، هذيك الاتربه وداك الضياع ديال الموارد الاوليه، اللي هو التربه والماء والغابه، هذه هي الموارد، هذه الموارد الطبيعيه الاوليه كيف تضيع، هذا هو خساره. علاش هذيك الغابه ديال خميس الساحل تمشي؟ علاش؟ يعني شنو غادي يدير؟ علاش هاد الغابات هنايا جنوب العريش علاش ضيع؟ علاش؟ واش واقفين عليها؟ واش غادي نطيبوا عليها؟ غادي ندفعوها في الفران باش نطيبوا؟ علاش؟ كاين حاجه، كاين حاجه اكزاكتومون. هاد المنطقه، الناس بالمنطقه خصهم يعرفوا بانه هي منطقه جات ساندويش، بحال منطقه ساندويش ما بين القنيطره، بين القنيطره، يعني القنيطره دابا عاوتاني كتدفع، وما بين طنجة. وهنايا فين وقع الضغط، وكنلاحظوا هاد الهدر ديال الموارد الاوليه. وانا طبعا كمواطن بحال ايها الناس، انا اتورو، يعني هاد الهدر، هاد الكلمه ما كتقالش، ولكن اتورو ضد هاد الخسائر الفادحه اللي كتصيب المجال المغربي بصفه عامه، المغرب كله
خدامين كيطحنوا كيهدموا في المقاومات اللي هي ديال المولود ديال راس المال لا مادي، باش ما نكونش انا مارتي ولا هذا هذا راس المال المال لا مادي ياكد عليه اكبر على سلطه في البلاد الملك، لانه هذه هي الهضره. هذه هي يا ودي هذه الحكومات المتعاقبه، يا ايها المفسدون في الارض تعففوا تعففوا، لانه انا اعي ما اقول واتحمل من موقع باحث الجامعه، عندي الاتيكيت. ما يفهم عليا حد في هذه النقطه هذه مادام انه الخسائر بينه واضحه، خسائر ظاهره للعيون على مستوى الاتربه، المدن تتوسع على حساب احسن الاراضي اللي اجود الاراضي اللي كاينه في العالم، زحف الاسمنتي اجود الاراضي الموجوده في العالم، يعني من حيث نوعيه الاتربه داز فيها الجزيئات، المياه حديت ولا حرج، الغابات حديت ولا حرج، تعفوا علينا خليونا البلاد نخليوها للاجيال القادمه. النموذج هو النرويج حبست راسها على استغلال المواد الهيدروكربونيه تحسب الاجيال المقبله. هذه غير اشياء نظريه، لانه المواد الاوليه الطاقيه هي اشياء يمكن عندنا يديروا غير لي زيوريان تما عندهم في البحر الشمال ورايك فيهم، وهما ما كيستغلوهاش اصلا لسياسه تقشفيه ضدا على التبديل. وحنا عندنا داكشي محدود وخدامين عليه بالتصله، ولست ادري انا من هنا 20 عام ولا 30 عام اشنو غادي يصير الحال بالموارد الاوليه في هذه البلاد. اذا انا كمواطن كنعبر بهذه الطريقه في المجتمع المدني، وما عندي حتى شي ما عنديش شي حاجه اللي غادي تحبسني باش نقول، لانه عندي تراكمات ديال 30 40 سنه، نقول 40 سنه ديال التجربه وديال الانصات للاخرين وديال الملاحظه للمجال الوطني.